ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهاردة ريفيو عن النانو سبراي ووتر زي ما انتوا طلبتوا، وده شكل النوع الموجود عندي حاليا. في شكل تاني منه، فانا في الفيديو ده هكلمكم عن رأيي فيه وتجربتي معاه، ويستاهل انكم تشتروه ولا لا، وبيعمل حاجة ولا مش بيعمل اي حاجة. فلو حابين تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بقدمها. ويلا بينا على الفيديو. واول حاجة هتكلم عليها وهو الجهاز نفسه، بيجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واكلمكم عن طريقة استخدامه وشحنه، وازاي تحطوا فيه ماء الورد او اي مية عايزين تستخدموها، حتى ممكن كمان تستخدموه بالمية المعدنية. تمام. انا الجهاز ده جبته من محلات الادوات المنزلية، كنت بشوف الاول وكنت فاكرة ان هو مبخرة للبيت، وده بيكون شكله زي ما انتوا شايفين. فبصراحة لما كنت بشوف الاول في المحلات الادوات المنزلية كنت بفتكره جهاز تعطير لاي مكان زي الاجهزة اللي بنجيبها، واشتريته ب45. تمام. بس بصراحة بعدها لما دورت تاني لقيت في محلات ادوات منزلية بتبيعه ب25، فلو انتي من سوهاج اكتبي لي تحت وسيبلك لينك المحل اللي بيبيعه ب25 جنيه. وده بيكون شكله، وبيجي معاه وصلة شاحن هوريها لكم دلوقتي. تمام. وبالطريقة دي بتركبيه، وبعدها بتوصليه بأي راس شاحن. ما توصلوش أي جهاز مشترينه، سواء اللونا فور يو أو الجهاز ده، أو مثلا سكين سكرابر أو أي جهاز موجود عندكم بيجي معاه وصلة، ما توصلوش براس شاحن يكون شاحن سريع، لأن بالطريقة دي بتبوظوا الجهاز. ثانيا بيشحن بسرعة وبيخلص كمان بسرعة. فأنا ده شحنته تقريبا من 15 يوم، لحد دلوقتي لسه ما خلصش شحن، فهو بصراحة بيطول خالص. طريقة استخدامه، وطبعا في اشكال مختلفة، كل شكل ليه طريقة معينة. ده بتفكيه بالطريقة دي وبتحط المية، وبعدها بتركبيه تاني. في عندك زي فراغات بتدخل في بعضها بس بالطريقة دي، وبيكون تركب. بتدوسي على الزرار ده وبيفضل يطلع بخار لمدة دقيقة. تمام كده. وبتستخدميه على البشرة لحد ما يفصل بعد دقيقة. بخصوص الهواء اللي بيخرج من الجهاز نفسه، الهواء بيخرج رطب ساقع شوية، مش ساقع قوي ومش سخن ولا اي حاجة طبعا، عشان لو الهواء سخن هيفتح المسام. لا، الهواء رطب وفيه برودة، برودة بسيطة. وبتستخدميه بعد الغسول، او كمان لو عندك هيرونيك اسيد بتستخدميه عشان ترطبي بشرتك وتديها رطوبة، لان الهواء بيكون طالع على هيئة بخار. وبعدها بتحط الهيرونيك اسيد، وممكن بعد ما تخلصي توزيع الهيرونيك اسيد ممكن ترجعي تاني تستخدميه. وبعدها ممكن تحطي الكريم المرطب، او ممكن لو مش عندك هيرونيك اسيد تستخدميه وبعدها تستخدمي الكريم المرطب. دي شكل العلبة اللي بيجي فيها الجهاز، وفي الوان كتير زي ما انتي حابة، ومكتوب عليه نانو سبراي ووتر، ومكتوب عليه مسترايزنج، وكمان مكتوب عليه هايدريتنج. تمام كده. دلوقتي ندخل على تجربتي مع الجهاز. اول حاجة عجبتني فيه او لاحظتها معاه، المية اللي بتخرج منه بتخرج على شكل هواء، وبالتالي بيكون توزيعها على البشرة احسن وتوزيع متساوي. فرقت معايا جدا اكتر في الميك اب، لما بكون حاطه ميك اب وبيكون شكله شويه بودري برش اي تونر سبراي عندي عشان اضيع شويه شكل البودر اللي بيكون على بشرتي، فبستخدم حاجه سبراي زي كده، فطبيعي جدا ان بيخرج نقط صغيره على البشره، لكن الجهاز ده بيطلع زي هوا فبيدوب الميك اب احسن، او بيضيع شكل البودر احسن. ويمكن دي اكتر حاجه فرقت معايا في الجهاز نفسه. صراحة اول حاجة فرقت معايا في استخدام الجهاز انه بيخلي شكل الميك اب انعم، هو مش بيثبت الميك اب خالص ولا بيفرق فيه تثبيت الميك اب باي حاجة، لكن بيضيع خالص شكل البودر. كمان هو حجمه صغير جدا، فسهل جدا انك تاخديه معاكي او تحطيه في الشنطة لو انتي بتسافري كتير او بتروحي اماكن كتير وعايزة مثلا تعملي زي ريفرش للبشرة.
كمان ممكن تستخدميه كجهاز تعقيم، انك تحطي فيه كحول وتبتدي تعقمي اي حاجة هتمسكيها. تمام كده، ندخل بقى على اهم نقطة دايما بتسألوني عنها، هو بيفرق في ترطيب البشرة؟ يعني استخدامي ليه فرق ان بشرتي مثلا بقت مترطبة احسن، او فرق استخدامي فيه ان هو عمل لي موسترايزنج او ترطيب او هيدريتنج للبشرة؟ بصراحة انا ما حسيتش بفرق في الموضوع ده، تجربتي ما حسيتش باختلاف اني احط مثلا ماء النعناع في عبوة بخاخ وابتدي ارش بالطريقة دي، او مثلا احطها في الجهاز وابتدي ارش بالطريقة دي، ما كانش بصراحة في اختلاف في الترطيب في الطريقتين. فسواء استخدمتي الجهاز ده او حطيتي التونر عندك في عبوة بخاخ زي كده، الاتنين بيدوا نفس النتيجة، سواء استخدمتي عبوة اسبراي انك ترطبي بيها بشرتك في الاول قبل الهيرونيك اسيد او قبل المرطب، او استخدمتي النانو سبراي قبل الهيرونيك اسيد او قبل المرطب، هما الاتنين ادوني نفس النتيجة. ما حسيتش مثلا ان استخدامي للنانو سبراي خلى ترطيب الهيرونيك اسيد او المرطب اعلى، هما الاثنين نفس الافكت نفس كل حاجة. اهم حاجة انك ترشي تونر قبل الهيرونيك اسيد او قبل المرطب، هو ده اللي هيفرق معاكي فعلا. النقطة الاهم انك فعلا ترشي تونر قبل المرطب او قبل الهيرونيك اسيد، هو ده اللي هيفرق معاكي فعلا. استخدامك للتونر ويكون بشرتك مندية والتونر لسه موجود على بشرتك منشفش تماما، وتستخدم الهيرونيك اسيد او المرطب، هو ده اللي هيفرق معاكي فعلا في الترطيب. هيخلي الهيرونيك اسيد ترطيبه احسن، وهيخلي الكريم المرطب ترطيبه احسن، لكن كجهاز ما فرقش معايا. فممكن طبعا يفرق مع الناس وتحس باختلاف لو اول مره تستخدم فكره انها ترش التونر على بشرتها، يعني كانت بتستخدم غسول وبعدها مرطب، او غسول وبعده هيرونيك اسيد، ما كانتش بتستخدم سبراي تونر، فممكن لما تستخدم الجهاز ده يفرق معاها. لكن هما الاتنين الصراحة كانت النتيجة واحدة. اهم حاجة انك ترطبي بشرتك بمية بتونر بأي حاجة موجودة عندك، عشان يكون البشرة عليها مية، عشان الهيرونيك اسيد يمتص المية اللي موجودة على بشرتك ويديكي ترطيب احسن، عشان الكريم المرطب يغلف البشرة والبشرة فيها مية فيديكي ترطيب احسن، وهو ده اللي فرق. بس بصراحة انا عن نفسي انصحكم بيه ولا لا، انا شايفة انه سعره حلو جدا، سعره 25 جنيه، فلو عايزة تجربيه تمام، هو ليه استخدامات كتير. لكن بصراحة لو انت بتحوشي فلوس عشان تشتري كريمات او حاجات مهمة، فطبعا اشتري الحاجات دي اهم، لكن هو ترفيهي شوية. يعني لو عندك حاجات كتير وعايزة تجيبيه كزيادة فتمام، مفيش اي مشكلة، وهو سعره حلو، سعره 25 جنيه، وكمان سهل في الاستخدام وسهل انك تاخديه معاكي في الشنطة. وده كان رأيي فيه وتجربتي معاه، ومش عايزة اي حد يزعل مني، دي كانت تجربتي بكل صراحة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين تسألوا على اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا برد على كل التعليقات. وشكرا ليكم، ومع السلامة.